تسوق هدية تطلعوا بالليل. السلام عليكم متابعي قناة عشوف تي في، البصر معكم من مدينة الرباط بالضبط مقر حزب العدالة، أمام مقر الحزب العدالة والتنمية. كما كنعرفوا الأخ رابح اللي كان كيشتغل يعني حارس فيلا في بيت رئيس الحكومة السابق عند إلاد الكلال، دابا هذا الأخ هذا دابا عرض للتشرد، يعني عيامة البيبان، ولكن حتى شي واحد كيبغي يصغر عليه. بقاو معنا باش نعرفوا المعاناة ديال الأخ رابح ونسولو أنا داك فاش كان خدام عند رئيس الحكومة السابق عبد الإله بكير. بقاو معنا. السلام عليكم. بسم الله. ارفع صوتك شوية. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أنا كنت أشتغل في بيت السيدة إلى رئيس الحكومة السابق السيدة عبد الإله بكير منذ 3 سنوات، وجا السيد فريد تيتي اللي هو السائق ديالو والمستشار ديالو الخاص، صيفطني لواحد الوظيفة تابعة لوزارة الشباب والرياضة غير بلا أوراق. ملي صيفطني لتما خدمت في واحد المركز ديال نادي النسوي، ويجي عندي واحد المندوب ديال الإقليم ديال وزارة الشباب والرياضة تابع للمكناس، سميتو السي محمد الشغروصني، قال لي يا ولدي راه ما عندكش الأوراق، راه أنا بقى لي ولا ولدي نشد التقاعد، غيطلع واحد المندوب في البلاصة راه يصيفط الحالات. جيت عند السي عبد الاله، قلت له السي عبد الاله الله يرحم الوالدين لا ما شوف لي شي خدمه وعاونني، راه فريد اش دار لي واش دار لي. قال لي السي عبد الاله انت ما بغيتيش تخدم. قلت له ما بغيتش نخدم. صافي ديك الساعه دابا كندق على العثماني، كندق على بعض الاحزاب، كنمشي لعندهم باش نشوف معاهم يخدمونا ولا نسكنوا ولا شي حاجه، حتى واحد فيهم ما كيستقبلنا، حتى واحد فيهم ما كيديها فينا. ولينا حنا كنطلبوا من السيد رئيس الحكومه حاليا دابا سعد الدين العثماني، جيت عنده واحد النهار قلت له ودي لاقينا غير صاحب جلاله الملك ولا شي واحد مع الملك اللي يدير معنا شي حاجه، كيقول لك ويصوب الله يكون خير، الله مصوبه حنا اللي خصنا نصوبوها في بعضياتنا. دابا حنايا كنتواجهوا في الشارع ومتشردين وبدون ماوى، وحنا ماشي كنطلبوا باش نرجعوا للخيريه او نمشيو للخيريه، حنا ما عندنا ما نديروا بالخيريه، حتى حنا بغينا نتزوجوا، حتى حنا بغينا نديروا مستقبل، حتى حنا بغينا نخدموا، ما بغيناش حتى حنايا نبقاو متشردين. قال لك ما تعطينيش ديك الحوته، علمني نصيدها وما تعطيها لياش. وكنطلب من صاحب جلاله الملك وكنطلب من المعنيين بالامر يشوفوا من حالنا ويشوفوا من حالنا. بدايه يعني تعاود داك المسار ديال العمل، كيفاش انك تلاقيتي بن كيران باش انك تخدم معاه، وكيفاش شنو الخدمه اللي كنت كدير؟ المهم تعاود لينا هذوك السنوات ديال العمل ديالك، وبالاضافه واش كاين لا سينيسيس الاوراق المسائل ديالك. مرحبا. انا تلاقيت السيد عبد الاله بن كيران ملي خرجت من مؤسسه غيتا زنيبر اللي هي خيريه ديال زنيبر. ملي خرجت من المؤسسه ديالها درت 18 عام، خرجت كان ديك الساعه السي عبد الاله بن كيران يلاه تعين المنصب ديال رئيس الحكومه في 2011، فجاه داك الرياح ديال الربيع العربي هو اللي تعين ديك الساعه رئيس الحكومه في 2011. جيت وقفت عليه مع الوحده الليل، هو يستقبلني الله يكثر خيره والله يرحم ليه الوالدين، هو يصيفطني لواحد الخيريه ديال عين عتيق، انا وواحد الصديق الله يرحمه ويوسع عليه قبره اللي هو الصحراوي راه معروف. مشينا لديك خيرية ديال عين عتيق، لقينا فيها المعاناة، لقينا فيها التكرفيس، ما كيعتنيوش بالإنسان، وهربنا من ديك الخيرية، وتميت راجع لعندو. ديك الساعات هو يدخلني للدار ديالو، وليت خدام عندو تما. كنستقبل وزراء، كنستقبل سفراء، أي واحد جا، وكنسخر لرجال الأمان، كنسخر، كندير أي حاجة طلبوها مني كنت كنديرها، مدة 3 سنوات. هي فاش جا عندي فريد قال لي راه سي عبد الإله دبر لي. شحال كان الأجر ديالك فاش كنت الأجر فاش كنت خدام عندك؟ كان كيعطيني شي بركة. شحال كنت كتقاضى؟ يعني قول لنا شحال كان كيعطيني شي بركة. شحال هاد البركة؟ كان هو كيعطيني 1000 درهم وفريد 4000 ريال. يا 1200 يا 1200. وفيك شي كتسكن ديك الساعة؟ في الدار ديالو. كان يدير لك شي بيت تما؟ كان عاطيني بيت، هو الله يعمرها دار، ولكن داك السيد اللي معاه اللي ما مزياش صراحة ما كذبش عليك، هذاك السيد ولد الخير نقولها لك نيشان. غير هو كيبغي يتساعد مع الناس، ولكن كيخاف من صحاب الاعلاميين، كيخاف من الناس الاخرين اللي يطلقوا عليه اشاعات، يقول لك هذاك السيد عاون الناس من عائلته ولا شي حاجه، واش فهمتي ولا لا؟ هو دابا ملي كيهضر معاه كيقول لي الا جيت نعاونك انت خصني نعاون المواطنين كاملين. وحنا من الناس اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه هما من الاولويه في اي التوظيف المباشر، وخصنا حنا من ذوك الناس اللي نستافدوا من السكن الاقتصادي اللي كيعطيه صاحب جلاله الملك، ونستافدوا من الخدمات، حنا حتى حاجه ما كنستافدوا منها. اقسم بالله العلي العظيم يكذب عليك الكذاب يقول لك كنستافدوا حنا من شي حاجه، اللي كيستافدوا منها هما صحاب رجال السلطات
أصحاب رجال الأعمال، الأبناء ديالهم والأجداء ديالهم وأحفادهم والنساب ديالهم. ديك الفترة اللي كان فيها رئيس الحكومة عبد الله بن كيران رئيسا للحكومة، يعني طيلة هذوك السنوات واش ما كانتش شي فرصة، ما كاينه شي وعود، ما كاين شي 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 اسمك؟ هو وعدني قال لي نشوف لك مع سميتو مع وزير الشباب والرياضة، وكان صيفطني عند السي محمد العنصر لوزارة الشباب والرياضة، وقال لي غنخدمك في واحد دار الشباب وما خدمني ما والو. صافي بقات واحد الوعد مهمل. كان ديك الساعة سي محمد أغراس هو اللي كان مدير مديرية وزارة الشباب والرياضة في عهد أوزين وفي عهد محمد العنصر، هو اللي شاف لي مع المندوب الإقليم ديال مكناس في ويسلان، ومشيت لذاك السنتر لقيت راسي ما كنتخلصش تما وما كايناش الماكلة تما، يلاه قول لي في البناية التحتية داك المؤسسة. صافي وقلت مع جا عندي المندوب قال لي ولدي راه ما عندك لا وراك لا والو، انا راه ما بقى لي 3 شهور ولدي غنمشي التقاعد. قال لي راه ما عندكش الوراق، سير رجع عند السي عبد الاله بن كيران قول له يوقف معاك ويدير لك وراق. بالنسبه يعني في هذه السنوات اللي افتقدتي العمل فيها، واش كنتي كتتصل بالسي عبد الاله بن كيران باش يعاونك؟ كنتصل به حاليا، دابا كنتصل به حاليا. اش يقول لك؟ كيقول لك اودي راه ما بقيتش انا كنحكم في البلاد، كنت واحد المسؤول، سير عند السي سعد العثماني. ملي كنجي عند السي سعد الدين العثماني، سعد الدين العثماني كنهضروا معاه كيبدا غير يضحك، ما كي ما مواضعش داك السيد، ما كيعطيكش الوقت صراحه. رجال الامن اللي معاه كيجريو علينا، ما كيخلوناش نتكلموا معاه، وقفت عليه مره مع جوج، وليت كنقول ليه بغيت غير نشوف الملك، كيقول لك انت حمق، دخلنا عليك بالله، واش حنا ماشي ما منحقناش نشوفوا حتى حنا الملك، ما منحقناش حنا نجلسوا معاه ولا نشوفوا المسؤولين ولا يديروا معنا الناس الحل. دابا انت فين كتعيش دابا؟ دابا غير في الزنقه هادي، راه حدا ديك المدرسه باقي، يعني المده ديال شحال من عام؟ دابا نقولوا انا نقول 4 سنين. دابا العهد ديال بن كيران شي عامين ونص، من 2016 حتى لدابا حاليا، من 2016 لدابا. يعني عاود لينا هذه الفتره ديال اليوم الخروج ديالك من الدار ديال بن كيران، اشنو كنت كدير الى يومنا هذا؟ ملي خرجت من الدار بن كيران صافي وليت كندق في البيبان ديال الوزاره، ما خليت الاحزاب، مشيت لعندهم شفت هذوك الاحزاب كيقول لك كتب لينا الطلب وخليه دفع الدوموند وخليه هنايا، صافي ولينا متشردين. كتجي لهنايا للمقر الحزب هنا باش كتنتظر الناس المسؤوله؟ دائما كنجيها وما راه كيعرفوني واحد بواحد، كيعرفني بوليف، كيعرفني الرباح، كيعرفني مصطفى رميدلي هو ديال حقوق الانسان، كيعرفني عمارات داودي حاليا هو اللي كيصب بسعد الدين العثماني، سليمان العمراني هو النائب ديال سعد الدين العثماني، كيعرفني حميد الدين كيعرفني، سميتو هذا المدير ديال الاحزاب العداله والتنميه هو سميتو العربي راه كيعرفني والو، معتصم ديال سلاته وما ما كيتساعدوش معاك دوك الناس، جوج هضرات كيقول لك تمشي الخيريه ديال عين عتيك اولا تديوك الكوميساريه، سير بحالاتك ما تدورش بينا هنا. وبالنسبه يعني هاد المده اللي كتعيش امام مقر حزب العداله والتنميه، كنعرفوا بان كاين هنايا كيديروا الغداء وداك الشيء، واش عمرهم تيخرجوا لكم باش تغداو انتم؟ كيخرجوا لنا صراحه، الله يكثر خيره وما نكذبش عليك، اقسم بالله العلي العظيم كيعطيونا الماكله ما نكذبش عليك صراحه، كيساعدوا معنا. ولكن مؤخرا من جا سعد الدين العثماني وما حبسوها صافي، حبسوا الماكله. كان في عهد عبد الاله بن كيران كنا بعدا كنخرج الغداء، ماشي لينا حنا حتى الناس دوك الميخاله اللي كيكون عندهم الكرارس، منين ما بقاش بالكيا صافي حبسوا الماكلة. يعني بالنسبه لك انت دابا مثلا واحد الانسان اللي كان مع واحد رئيس حكومه سابق، يعني كانت عندك وعود من اجل العمل من اجل كذا كذا، يعني دابا انت اشنو كطالب واشنو بغيت، لا سواء من بن كيران سواء من سعد الدين العثماني او سواء من الحكومه كامل؟ انا اطالب من صاحب جلاله الملك، اما الحكومه طلبناها وما نباتش الطلب، كلهم كيقولوا لك حنايا خدامين، حنا اطالب من صاحب جلاله الملك يشوف لنا شي خدمه وشي سكنه، حنا هادشي اللي بغينا، حتى حنا كنقلبوا على لقمه العيش الكامل، حتى حنا راه غاديين وكنكبروا وبغينا حتى حنا نتزوجوا ونديروا الاسره ديالنا ونديروا الناس معنا، حتى لينا تبقى هكاك، واش كاينه ولا لا؟ راه اليد القصيره والعين البصيره، اللي كتجي لعند هادو كاملين راه كيقول لك نفس الهضره، كيقول لك حتى حنا خدامين. يعني من بين الاسئله المطاره دابا، انت تحدثت بانك خدمت 3 سنوات في الدار ديال بن كيران. يعني في خضم هالثلاث سنوات واش يعني ما كان لا سينيسيس لا سيرونس لا والو، بغينا نتحدثوا على هذه المساله. لا حيت انا ما كنعرفش داك الشيء اصلا، ما كنفهمش فيه. يعني ما كانت لا كونترا لا؟ ما بحال اللي ما كناش كنعرفوا ذاك الوقت القانون بحال هكا، داك الشيء ديال المشغل خصو يكون عنده لا سينيسيس ديال المشغل، خصو يكون داير هذاك اللي كيشتغل معاه لا سينيسيس ديالو وضمان اجتماعي، ما كنتش كنعرف هذاك الشيء. يعني وما درت ما كانش داك الشيء، وما كاين دابا ما داير لا شكايه لا والو، ما كانش شكايه. لا ما شكيتش به صراحه، حيت خير وصاف واخا هكاك، داك السيد اللي معاه اللي خايب، داك فريد تيتي نقولها ليه في وجهه وفي غيبته،
صراحة سيب إلى بن كيران الله عمرها دار ولكن داك اللي مع فارد تيتي يعني هنا في الحديث يعني يعني ولكن هو الأهم أنك أنت كنت خدام في الدار عند بن كيران وليس الدار عند فارد تيتي يعني المسألة المسألة الرئيسية دابا اللي خص يكون فيها النقاش هو مثلا أنت من بعد ديك ثلاث سنوات دابا أنت تعيش التشرد يعني في خضم ديك ثلاث سنوات يعني واش ما كانش عندك تفكير بانك ملي غادي تخرج ولا انك غتفقد الدار ديال بن كيران شنو غادي دير ما كانش عندك التفكيرات لا ما كانش عندي التفكير حيت كان حيت كنت اصلا انا كنت كنقول سعيد الى بن كيران مره تذكرنا في شي وظيفه مع وزاره الشباب والرياضه في دار الشباب ولا في مركز الاستقبال المهم في ما والو بحال هكاك كيقول لي والله ما غنساك ولدي وغنشوف ليك وغندير معاك الحل هادي صافي ديك الساعه فيا فاش جا فريد قال لي راه شاف ليك سعيد الى بن كيران خدمة في دار الشباب ديال الكناس ملي مشيت تما لقيت راسي خدام تما معاهم بالاوراق الاول اللي هي المندوب سير رجع للسيف الى يدير لي صافي ودابا من دابا شنو هي المطالب ديالك وشنو بغيت وشنو كتشوف يعني كنطالب من صاحب جلاله الملك وكنطالب بالمعني الامر يشوف لنا شي خدمه وشي سكينه هادشي حنا اللي كنطالبو ما كنطالبو حتى شي حاجه كبيره وشنو رسالتك لبن كيران رسالتي لسعد الى بن كيران يشوف من حالنا صراحه ما نكذبش عليك واخا ما بقاش رئيس الحكومه مهم واخا ما بقاش رئيس الحكومه واخا ما بقاش رئيس الحكومه مهم راه في يدو الشغالات وراه عنده الكلمه زعما اما بالنسبه للعثماني وباقي زعماء الاحزاب ديال بي جي دي اش كتقول لهم لكن كتفتح لهم الباب كما كنت كتقول سعد الدين العثماني راه كيعرفني واش فهمتي كيعرفني مزيان سعد الدين العثماني سعد الدين العثماني ما عمرك تشوف منه شي حاجه واش فهمتي ما يضرك ما ينفعك سعد الدين العثماني غيبدا عليك غير ديك ها ويكون خير وغيزيد بحالته حيت بي جي دي كامل هكا نفس الهضره كاع الاحزاب يكذب عليك الكذاب باقي اللي فيه الخير تلقى فيه الخير هو داك محمد العنصر ديال الحركه الشعبيه كيستقبل ومتواضع ما نكذبش عليك وسعيد الفكاك اللي كان مدير ديوان في وزاره الصحه نهار كان مرض ولا شي حاجه كنمشي لعنده هو اللي كيوقف معايا اقسم بالله داك السيد الله يكثر خيره الله يكثر فيه خير على خير اما بالنسبه لزعماء البي جي دي حتى شي واحد ما حتى شي واحد فيهم ما يقدر ينفعك اقسم بالله راه العمدات وقفت عليهم محمد الصديقي راه كان عندهم غير مجلس مؤخرا وقفت عليهم ما بغاوش يتواضعوا ليا كاع دابا جاو عليا كاع اقسم بالله العلي العظيم يعني دابا هاد حاله التشرد شنو كتقول فيها شنو حاله التشرد حنا كنشوفوا بالدوله والدوله اللي بمعنيه بالامر كنتمناو هادشي كنشوفوا حنا الدوله كنتمناو هاد تشوف من حالنا منهم صاحب جلاله الملك والناس المعنيه بالامر يشوفوا لنا شي سكينه وشي خدمه السلام عليكم اسمي شكري عاشق اختل سيف عليه ولكن ما قاطع 1994-16 انا في نفس الحالة الوضعية كما كتشوفوا المقر راهم تعرفونا وكنعرفوهم يوميا وحنا تنعاون نحاولوا نهضروا معاهم والميساج ما بغاش يفهم يعني يكون خير ويدير خير هادشي اللي كاين سالك بلا ما تتعلك وديجا كنت مخزنين في قوة المساعدة وكنت وصلت ليا حتى هو سيف الاله دخلنا المخزن من سنة الحكم ديالو قالوا لي الله يعاونك في القشله قالوا لي الله يعاونك جمع حوايجك احقا ما احقا فيك التحاليل ديال الدم فيك التحاليل ديال الدم هذاك الشيء ديال الكاجيه ديال سميتو فقر الدم وفيك نشفي علينا ما فياش مشيت للسبيطار عبرت راسي ما كاين والو يعني مشى احمد اجي محمد شحال دابا وانت كتعاني في التشرد شحال تقريبا كنعاني دابا راه شي مده طويله شحال يعني حاولت بزاف الحوايج نديرهم اللي والحمد لله الله دابا اللي حنا كتبغي تشوف الزنقه وكتبغي الان تنبغي تشوف عمر رجع وداكم لشي بلاصه ديال الايواء ولا داونا العين عتيك داونا الباب شالا داونا ما خلاو فين داونا الكوميساريات داونا تعرضنا للمولاي رشيد في قصر شتونا داونا الكوميساريه ديال النهضه داروا معنا لونكيت صيفطونا بحالنا سطرون داك الشيء دغيا دابا شنو كطالبوا داك اللي كنطالبوا من السكن هو اهم شيء موراها العمل هذا الشيء اللي تنقول يعني ما تنطلبوش شي حاجه اللي كبيره شكرا وشكرا